لا زيد شويه على العام اللي فات، زيد شويه، واني الحمد لله الكسيبه موجوده. العام زيد على العام اللي فات؟ زيد على العام اللي فات. اها. انه الكسيبه موجوده والناس اللي كيعمروا واحد عامين هذه ما كيصوروا والو، هذا العام نقصوا من الكسيبه. سمعتي؟ اها. هذاك الشباب زاد واحد 250 300 درهم في الحولين، حيت الناس العام اللي فات كانوا العصا شويه عشات لهم الغلام وباعوا في الاول غير فابور وما قدروش مازال يعمروا مازال الناس. اللي مول في يدير 1200 العام داير 400 500. ارخص حولي من 1000 درهم حتى 5000 درهم. 1000 درهم حتى 5000 درهم. 5000 درهم موجود اللي بغى يعيد يشري دابا. الملاح راه السوق اخر ما كاين. اثنين وسنان الحليب. سمعتي؟ كاين اقبال، جاو الناس. جاو الناس الحمد لله، الناس اللي مولفين عندنا الكليان كيرشم ويدفع العربون وكيمشي بحالو كيقول لك كنجيب كري كنتخير نحيد عليا هذا الشيء وكنرتاح مع راسي كيخلي عندنا هنا حتى ليله العيد، نهار العيد يوم قبل يوم يومين ثلاث ايام قبل كيجي الراجل ياخذ الحولي ديالو والبون ديالو بالكود ديالو بكل شيء ديالو. شنو الناس ما كسبوش ما عمروش. الناس الراجل مول في يدير 500 600 العام داير 100. والعلف غالي شويه، اللي بغى يجري يجي دابا، كان فاش يتخير ويشري ويخلي ويرتاح مع راسو، دابا كاين الناس كيتسناو الرخاء، كيقعدوا حتى النهار الاخر تبقى يوم ولا يومين ويخرجوا كلهم للسوق، تما فين كيكون الزحام، سمعتي؟ ومول الحولي ما كيكون عنده الشاري، سمعتي؟ الاقبال لا بدا يزيد في الثمن، والانسان كيقول لك راه ليا الاحمد غنبقى بلا عيد، راه ليا باش مكان، وخاص العيد 500 درهم ما كيقول والو مسكين، الوقت دركت، سمعتي؟ الوقت دركت. انا ننصح الناس يجوا دابا للبطوار القديم، حنا معروفين هنا 60 سنه. واخا السلعه موجوده؟ الخير موجود. من 1000 درهم حتى 5000 درهم، كاين الماعز، كاين الحوليه، كل شيء موجود. كل شيء عياد، الخير موجود، حنا عندنا هنا المراقبه، الجوده، لانصا كترقب لنا العلف، ترقب لنا الغلمي، ترقب لنا كل شيء الحولي الحمد لله.